صرحت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مع الدكتور جيرولد جرين الرئيس التنفيذي لمجلس الباسيفيك للسياسات الدولية والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يساهم في تفعيل المشاركة في الفعاليات الدولية لا سيما البرلمانية منها. كما تم بحث تفعيل دور البرلمانات في دفع التقدم العالمي في القطاعات السياسية والصناعية والاقتصادية فضلا عن تبادل الأفكار ومواكبة التطورات والتغييرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين المحلي والدولي. وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أهمية هذه الزيارة لدولة الإمارات للاطلاع على التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، لا سيما بالتزامن مع تنظيم العديد من المؤتمرات والمعارض والقمم التي تعقد بمشاركة دولية واسعة.